بورش 2012 باناميرا، الممشى 86,000 كيلو. طبعا المالك الحالي أخذها من المالك السابق، المالك السابق يعني استخدمها حتى هي ماشية 81,000 كيلو، بس أعطاها قريبه. ليش نشرح لكم؟ لأنه عدد المستخدمين الفعليين 2 بس هم 3. طبعا السيارة وكالة، عاد الصدامات الخلفية والأمامية جاها رش بسبب الحكات، هذا المالك وضح لنا، وكذلك الرفرف الأيمن، الرفرف الأيمن فيه حكة، وكان المالك يبغى يعدلها، فجاء صاحب الورشة ورش الرفرف كامل. سيارة إيش اللي عمل لها المالك؟ راح نحط لكم في الملاحظات في الوصف، تم تغيير كفرات، بطاريات، بواجي، كويلات عدد 8، وتغيير ليات التيربو. سيارة ما تشكي من شيء حاليا، فتحة في السقف، مكيف شغال، الممشى 86,000 كيلو. راح تنزل في موقع صفقة لمدة 3 أيام أو 4 أيام. وريكم داخلية السيارة، هذه داخلية السيارة يا شباب، سيارة داخليتها جميلة، ستائر خلفية زي ما انتم شايفين، عندكم كهرب الكراسي. طبعا حنا شوية كلاسيك يا اخوان، راح نشغل لكم السيارة الان. طب الان نشغل السيارة يا اخوان، بسم الله. 86,000 كيلو و337. طبعا دخول ذكي للسيارة، كاميرا خلفية يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله. وراح نرفع لكم السيارة إن شاء الله على الرابع يا أخوان، وتشوف السيارة بالكامل. هذه داخلية السيارة، سيارة داخليتها جميلة، لون بيج أو بني جملي شيء بسيط. راح نحط لكم السيارة على الرابع بالكامل. نوريكم الماكينة، هذه الماكينة يا اخوان، تيربو، تم تغيير الكويلات، ليات التيربو 4.8 سلندر تيجي. واللي حاب يجي يفحص قبل نهاية المزاد حياه يا اخوان، اي سؤال اي استفسار حياكم. راح تشوف السيارة على الرابع الان كامل التفاصيل. هنا البورش يا اخوان 2012، هنا اسفل السيارة، اسفل الصدام، بعض الحكات البسيطة زي ما انتم شايفين في الدقن يسموه. عندكم السيارة من اسفل، هذه السيارة من اسفل يا اخوان. مثل ما نذكر لكم في كل سيارة، المزاد عادة من 2 لـ4 أيام. حنا نوريكم الظاهر، لأن في تهريب هنا نقول لك في تهريب، هذا الكارتير ما في تهريب زي ما انتم شايفين، في حكة في دقة نقول لك في حكة دقة. الأخوان اللي يبغى يجي يفحص تجي قبل نهاية المزاد، على أساس ما تشتري أو يوقف عليك المزاد تقول أبغى أفحص، هذا كذا ما يصير، لازم تجي وتشيك بنفسك. إذا حبيت تبغى تتصل علينا نعطيك معلومات أكثر، صور، فيديوهات، على الرحب والسعة يا أخوان. هذا شغلنا في مزاد صفقة، يعني إن شاء الله ما في سكر في موية عندنا.
وهذا البورش بالكامل. أي سؤال أي استفسار حياكم الله يا أخوان.